ايه اللي حصل النهارده؟ اسمح لي في البدايه يا فندم احييك على لفظ ماراثون، هو فعلا ماراثون وطويل كمان يعني. اللي حصل النهارده زي ما حضرتك متابع وكافه يعني كل مواطن مصري دلوقتي حريص ان هو يتابع الملف ده. طبعا النهارده اليوم الرابع من سلسله المفاوضات، كان الاختلاف في اجتماعات الامس ان هي كانت اجتماعات ثنائيه طبعا بين المراقبين وكل دوله على حده، وكانت الاجتماعات دي بهدف ان احنا بنوضح وجهه كل دوله بتوضح وجهه نظرها للمراقبين عشان تكتمل الصوره لديهم بشكل كامل بخصوص معظم النقاط الخلافيه او وجهات النظر الفنيه والقانونيه لدى كل دوله. النهارده كان الاجتماع طبعا بقى رجعنا للنقاط او الاجتماعات المجمعه للثلاث دول بحضور ممثلي المراقبين سواء اللي حضرتك تعلمهم طبعا الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي ودوله الولايات المتحده الامريكيه وطبعا مفوضيه الاتحاد الاوروبي والخبراء القانونيين والفنيين من الاتحاد الافريقي. طبعا خلال بالاجتماع بدانا نتكلم عن المناقشات اللي تمت بالامس وعلى الوضع الثنائي، ويعني كان برضه ما زلنا في هناك نقاط خلافيه جوهريه يعني، وحاولنا نقدم بدائل وصياغات للوصول لتفاهمات، لكن للاسف ما زالت هذه النقاط. باشمهندس انا شفت ان انتوا ابتديتوا تتكلموا معاهم، مش ابتديتوا اكيد يعني، هذا الملف تم فتحه مرات كثيره في موضوع الكهرباء. يعني انتوا ابتديتوا تطرحوا، طب انتوا احتياجاتكم الكهرباء قد ايه؟ طب انتوا ممكن ده يكفيكم ميه قد ايه؟ ممكن تشرح لي اكتر الموضوع ده؟ لان ده قريت ده في البيان بتاعكم بتاع العرض الثنائي اللي كان معمول امبارح. امبارح يا فندم زي ما حضرتك تعلم ان هو من ضمن اهم الثوابت لدى الجانب المصري في التفاوض اللي هو ان احنا بنأكد على دعم او حق اثيوبيا في تحقيق التنميه، ومن اهم النقاط اللي دايما بتتكلم فيها اثيوبيا بتقول انها بتحتاج طاقه وكهرباء، خصوصا فعلا لديها عجز واحنا معترفين او مقدرين هذا بشكل كبير جدا، ولكن ليس على حساب يعني حياه الشعوب اللي بنتكلم في 150 مليون نسمة تقريبا مصر والسودان دول المصب. وعلى أساسه كان هناك بعض النقاط التعاونية ليس فقط في مجال الكهرباء ولكن في مجالات عدة، زي ما وجود تعاون أصلا موجود بين مصر وبين معظم دول حوض النيل، تعاون ثنائي قوي موجود في عدة مجالات. وبالتالي طرحنا انه بالتاكيد ان احنا بما اننا ندعم مسار تعاوني وتشاركي، فمن ضمنه التعاون في انتاج الكهرباء او التعاون في تحقيق بعض الموارد التنمويه داخل دولة أثيوبيا بشكل متبادل ما بيننا وما بينهم. وأثير كمان يا فندم على الرغم من هذا وعلى رغم هذه المرونة الواضحة جدا لدى الجانب المصري، إلا أن احنا بنتابع زي ما حضرتك بتتابع كده بعض التصريحات نقدر نقول عليها غريبة وغير حقيقية أو منطقية، زي أن مصر تستأثر بمعظم يعني مياه النيل وهي الوحيدة المستفيدة بيها ونصيب الأسد وما شابه، على الرغم من هذا يخالف تماما نقدر نقول حقيقة يعني. يمكن كتير جدا من الرأي العام العالمي والمحلي كمان لا يعلم أن مياه نهر النيل، إن كنا بنتكلم أن حصة مصر اللي بيتكلموا عليها 55.5 مليار، في ظل أن بينزل على دولة أثيوبيا حوالي 950 مليار متر مكعب، محدش يعرف أن مثلا مياه نهر النيل بيقول أن احنا بناخدها فقط وعايشين عليها وهم ما بيستفيدوش بيها. في عندهم بحيرة تانا فيها حوالي 50 مليار، ده من نصيب او رصيد الامطار اللي بتنزل او نهر النيل. في سدود موجوده زي تكيزي وتانابلت اللي احنا ما عرضناش ابدا انشائهم لتوليد الكهرباء، وسدود زي فينيشا وسدود صغيره فيها حوالي 15 مليار مثل مكعب، دي كلها من مياه نهر النيل. طب فين بقى انهم مش مستفيدين منها؟ دي يا فندم حقائق لازم توضح للجميع، وده حاولنا نوضحها بشكل كبير جدا وفعلا وضحناها للمراقبين بالذات. بنتكلم على اوجه التعاون ما بيننا وبين باقي دول الحوض، سواء التعاون الثنائي في مجال الري مثلا ما بين مصر واوغندا، مصر وجنوب السودان والسودان وغيره، وكونغو الديمقراطيه وبوروندي ورواندا وكل الدول في مجال التعاون. يعني عند حضرتك مثلا دوله زي تنزانيا بتبني سد على نهر روفيجي اللي هو سيجلار، المفروض ان هو اللي هيبنيه اساسا او العطاء او اللي هينفذه شركه المقاولين العربيه. ايوه صحيح. فبالتالي ده يعني مشهد على التعاون القوي اللي بيننا، ما عندناش ازمه ابدا. هو سد اوني اللي موجود في اوغندا يا فندم، يعني مين اللي بيساهم في ادارته وبالتعاون؟ انا عايز اسال سؤال، هل في اي مرحله من المراحل في الفتره اللي فاتت دي اثيوبيا اتكلمت عن تعويض مادي اي شكل من اشكال المقايضه، اي يعني
هل عندهم اقتراحات ما اي حاجه؟ ليس هناك الا راي واحد يا فندم دائما يصدى، اللي هو يعني اتس اور ووتر، هي ميتنا واحنا احق بيها واحنا محتاجين ان احنا نستفيد منها. وده طبعا ما اعتقدش ان هو منطق ابدا يعني يتماشى مع مفاهيم الدوليه المتعلقه باداره الانهار المشتركه اصلا، لان بالتاكيد الانهار المشتركه لها قواعد وفيها المفروض العرف والقوانين الدوليه بتنظمها، هذا ليس عرف جديد علينا. فبالتالي لا، يعني ما اعتقدش ان كان هناك رغبه حقيقيه للوصول لتوافق، ونقدر نقول كمان ل يعني تعاون مشترك، محتاجين ان ده يظهر وده مش ظاهر حتى. طب احنا في الثلاث الاربع ايام دول لم يعني لم نتزحزح قيد انمله؟ يعني ما تقدمناش اي تقدم اي حاجه يعني؟ ما اقدرش يعني، انت عارف حضرتك دايما انا بتابع مع حضرتك اسلوب الصراحه والوضوح عشان كمان اطلع يعني الراي العام على الحقيقه. لا، حتى هذه اللحظه ما زالت هناك نقاط جوهريه فنيه وقانونيه لم نتزحزح ولن يعني نتحرك قيد انمله زي ما حضرتك التعبير اللي حضرتك استخدمته. وبالتالي اهم النقاط دي الجوهريه الفنيه بالنسبه لنا هي فكره التعامل خلال الملء مثلا واداره سواء التشغيل او فتره الملء كمان في فترات الجفاف وجفاف الممتد. هذه لا يعني لم نتزحزح فيها او لم نصل لاي توافق بخصوصها. في نقاط قانونيه قويه جدا ما فيش اي تقارب بخصوصها، فما زالت هذه النقاط عالقه. هل نوصل خلال الفتره اللي جايه لتوافق بقى؟ احنا عندنا المفاوضات هتخلص يوم ايه يا فندم؟ تنتهي طبقا للجدول الزمني المفروض او مخرجات اجتماع 26 يونيو اللي هو اجتماع رؤساء، اللي تنتهي بعد اسبوعين اللي ينتهي الجمعه او السبت اللي قادم حد اكثر. يعني الجمعه او السبت الجاي نبقى خلصنا. بالظبط يا فندم، يا اما نكون وصلنا لتوافق او في هذه الحاله بقى يعني نرفع الامر للساده الرؤساء طبعا. وطبعا موجه الدعوه كان السيد رئيس جنوب افريقيا بصفته رئيس الحالي للاتحاد الافريقي. المهندس محمد السباعي بنشكرك شكرا جزيلا على هذا يعني العرض الوافي التقني، شكرا لك فندم. شكرا.